قضية التعليم قضية كبرى وقضية مصر الأولى على مدار التاريخ يعني. وطبعا حضرتك يعني تجريف العقل المصري ده يعني من أراد أن يحاسب النظام القديم على خطاياه فإن تجريف العقل المصري يعتبر يعني من أكبر خطيئة لا تغتفر ولا يمكن السماح فيها بأي حال من الأحوال. هل نحن بقى أمام منظومة تعليمية متخلفة أفسدها نظام سياسي مستبد؟ وهل أثر هذا النظام في خلل في العمليات التعليمية أدى إلى تفاوت في درجة الوعي والثقافة ما بين الأجيال؟ وهل أثر كل هذا بقى على الانتماء والامتنان وقيمة المواطنة للشباب؟ طبعا بشكر الدكتورة ماهر، بشكر وزارة الثقافة لا أنا وزميلتي الدكتورة هدى زكريا عملنا في اجتماع الشهيرة معروفة ومحترمة ومواقفها وفكرها هذا. فأنا سعيد بالتواجد معاها ومع الدكتورة ماهر. وإن شاء الله ينضم لينا الدكتور جابر نصار ربنا يكرمه كده في الطريق ليه. ورئيس جامعة القاهرة ربنا يعمل إيه. وكمان الرئيس كان قاعد هو اللي امبارح. طبعا يعني هو على شوية. هو كان في اجتماع مجلس جامعه عاجل الساعه 6 مساء فالمهم طبعا الكلام اللي بتقوله الدكتوره ناهد ده بيبتدي فيه كتب السؤال الصغير ده وده وده وده, وده. وبعدين في الاخر وظيفته على الخنشيه كمان. انا عايز اقول انطلق من كلام الدكتوره هدى عشان ما نكررش نفسنا. الدكتوره هدى قالت انه التعليم عمليه تغييريه، يعني الهدف من العمليه التعليميه انه الانسان يتغير لانه بيخاطب العقل، والعقل ده هو اللي بيتميز او بيميز الانسان عما عداه من سائر المخلوقات. فبالتالي التعليم يتخاطب مع العقل. ارسطو لما قال قسم مجموعه العلوم استنادا الى تكوين الجسد، يعني الجسد حاجتين، جسد مكون اي انسان حاجتين، روح وجسد. فده تكوين الانسان مستويين. التعليم لازم يتجه الى الجزئين، الروح فيها العقل، فلازم يتجه جزء العقل وجزء الجسد. من هنا جت الرياضه والنشاطات وما الى ذلك. وبعدين خلاصه العمليات التعليميه لازم تحرك العقل في اطار انه يفهم ويدرك ويعي. ولذلك العلم اذا ما لم يحرك عقل الانسان منذ العمر الاظافر يظل هذا العقل غير يعني مستخدم استخدام فعلي. زي بالظبط كده ممكن اجيب عربيه جديده جدا واركنها ما تشتغلش، تصدي لما تيجي تشتغل مثلا بعد 10 سنين خلاص تجاوزها الزمن. لو جبت حاجه تصدي طب هتشتغل ازاي؟ ده مستحيل. فلازم التشغيل العقل زي تشغيل السياره، كل ما اشتغلت السياره يبقى لازم العقل يشتغل. التعليم مفتاح، هو مفتاح العربيه. فاذا ما كانش المفتاح ده هيفتح العقل ويشغله يبقى احنا فشلنا في العمليه التعليميه. ليس هدف العمليه التعليميه ان انا اخرج ناس معاها شهادات. وحصاد العمليه التعليميه زي ما بنشوف كده مرحلتين، مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي. مرحلة التعليم الجامعي احنا بنكتشف حصاد كل اللي بيتعمل مع اولادنا من عمليات تدمير عقلي منظم بشكل تآمر حقيقي على عقل الانسان وعلى عقل الطفل. وانا لست شوفينيا عندما اقول ان العقل المصري هو أذكى العقول في العالم. هذه بناء على دراسات. لكن العقل المصري اللي اتخلق مع الانسان العقل المصري منذ نعومة اظافر الانسان المصري اتكون طفل ذكي للغايه، عقل ذكي للغايه، ده مخلوق كده. هذه خلقه ربانيه وهذا تمييز رباني لهذا المكان من العالم كله. عندما يدخل عمليه التعليم على عمليات التعليم والتنشئه اللي بيقطع بيها الطفل من الحضانه، فبتتم عمليه تدميريه منظمه لخلايا المخ الا تعمل.
انسان مشوه. هذا الانسان المشوه يرى الاشياء بغير حقيقتها. فيطلع بقى جاهزيه الايه؟ التطرف والتشدد والغلاء وعدم العمل وعدم احترام قيم المجتمع والانفلات والميل للاستغلال الاخرين. وعنده منظومه قيميه متخلفه، لانه زي ما بندرس زرع معين درس معين لازم تطلع الغرسه دي بذره مانجا، مش هتطلع فوق. فانت درست غرس خاطئ لازم ينتج عنه انتاج خاطئ، ده بطبيعه الحال. ولذلك كل وزراء التعليم في مصر يعني لابد من محاكمتهم عما ارتكبوه من جرائم، وخصوصا عهد السادات من بعد 73 حتى هذه اللحظه جميع وزراء التعليم لابد من محاكمتهم.